بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا المسلم المعاصر، والذي نقدم فيه أجوبة عن الأسئلة التي تشغل أذهانكم في كل أنحاء الدنيا. الحقيقة أنه موضوع حلقة اليوم الذبائح والأكل الحلال. وردت إلينا أسئلة كثيرة، وبالمناسبة أشكركم على أنكم تواصلتم معنا على فيسبوك باللغة الإنجليزية. وردت إلينا أسئلة كثيرة في هذا الموضوع من المسلمين في الهند وفي أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان وغيرها من الدول التي تعيش فيها أقلية مسلمة، وإن شاء الله نقدم أجوبة عن هذه الأسئلة اليوم. لكن قبل ما نبدأ في الإجابة عن الأسئلة، أحب أن أنوه على أمر ما، وهو أنه أرجو منكم أيها المسلمون ألا تشددوا على أنفسكم. الحقيقة أنه الإسلام فيه من اليسر والسعة ما يمكن المسلم من العيش في أي مكان بطريقة فيها انسجام مع المجتمع ويلبي احتياجاته، وفي الوقت ذاته يحافظ على هويته الدينية والثقافية. وبالتالي لا تشددوا على أنفسكم، لا ترهقوا أنفسكم في البحث عن القيود والتدقيقات الشديدة التي لا داعي لها على الإطلاق. أول سؤال ورد إلينا هو من أحد المسلمين يعيش في أوروبا، بيسأل فيه عن القواعد الشرعية في ذبح الماشية. والإجابة عن هذا السؤال يمكن أن نلخصها في نطاق أربع دوائر. الدائرة الأولى هي ما يذبح، إيه هي الحيوانات التي يجوز ذبحها ويجوز للمسلم أكله. وهذه الحيوانات هي الحيوانات المزكاة زكاة شرعية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وبالتالي فالذي يذبح ويكون حلالا هو الذي يذبح بطريقة فيها ذكاء شرعية. هذا بالنسبة للمحور الأول. والفقهاء عندما تعاملوا مع هذا المحور قالوا إنه الطيور التي لها مخلب لا يجوز ذبحها وأكلها، أيضا السباع التي لها ناب لا يجوز أكلها وذبحها، وهكذا. النطاق الثاني هو ما يذبح به، يعني أداة الذبح، الأداة التي يستعملها المسلم لكي يزكي الذبيحة زكاة شرعية. هذه الأداة يشترط فيها أن تكون حادة، لأن الإسلام دين الإحسان، والله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يستفاد من الفقه الإسلامي ومن النصوص النبوية الشريفة إنه لا يجوز استعمال الأدوات المصنوعة من العظم، لا يجوز استعمالها في الذبح. وهذا الهدي النبوي الشريف يتماشى مع الرعاية الصحية، يتماشى مع النظافة، يتماشى مع ما يحفظ للمسلمين حياة كريمة وطعاما صحيا. حتى إن المنظمات الصحة والمتخصصين في هذا السياق عندما يقفون على نص النبوي يحمل هذا المعنى، نهي استعمال العظام في الذبائح، يعجبون العجاب، لأنه يقولون كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاء بالبعثة منذ أكثر من 1400 عام بهذه المعلومة وهذا المعنى، وهكذا. فالمحور الثاني كما تحدثنا هو المتعلق بأداة الذبح، والتي يجب أن تكون قد تم حدها بطريقة سليمة. ومعلوم أنه في العصر الحديث الأدوات التي تستعمل في الذبح أكثرها ميكانيكية أو آلية،
ومثلا عند ذبح الدواجن من المعلوم أنه أكثر البلاد الآن تستعمل الطرق الآلية بأنه بتكون هناك ممرات توضع فيها الدواجن، فيها قليل من الماء ويوصل هذا الماء بتيار كهربائي خفيف وضعيف جدا. هذا التيار الكهربائي يسبب أنه الدواجن تكون في حالة من حالات التخدير النسبي والجزئي، ساكنة هادئة، لكن لا يؤدي إلى قتلها ولا إلى إزهاق روحها، وتمشي في هذه الممرات الدواجن مدفوعة في هذه الممرات حتى تصل إلى كلاليب تمسك بأقدامها، ثم تمر على سكاكين آلية حادة جدا وتذبح الدواجن بهذه الطريقة. كذلك الماشية، من المعلوم أن أكثر الدول الآن تذبح الماشية بطريقة آلية أيضا، بأن توضع الماشية في ممرات، وهذه الممرات تكون فيها يعني ما يمكن أن نسميه مشايات كهربائية. هذه المشايات تشبه السلالم الكهربائية التي يصعد عليها الناس، لكنها مستوية تتحرك عليها الماشية، وعندما تصل إلى آخر هذا الممر تجد مكان كبير تقف عليه الماشية، تحجز بقية الماشية تقف عليه واحدة، ثم تمسك من أقدامها ويقلب هذا الشيء، وبعد أن يقلب تكون الماشية معلقة من أقدامها، ثم تمر على سكاكين كهربائية أيضا وتذبح. هذه بعض الطرق الحديثة، وهذه الطرق الحديثة جيدة وحسنة، وفيها محافظة على الصحة العامة، وفيها ذبح بطريقة صحيحة، وبالتالي يجوز استعمالها. وعليكم أيها المسلمون ألا تقلقوا ولا تتعبوا أنفسكم وتتورعوا أو تتوقفوا عن استعمال وأكل اللحوم والدواجن التي تذبح بهذه الطريقة. هذه طرق صحيحة، هذه طرق تتفق مع الشريعة الإسلامية، لأن الإسلام يبحث عن الإحسان، والضوابط التي وضعها الفقه الإسلامي في الذبح إنما كانت من أجل الوصول إلى الإحسان، وهذه الوسائل كلها تؤدي إلى الإحسان.